منتصف الليل بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية جديدة من عاصمة الخبر. أهلا بحضراتكم وأهلا بك يا سيدي. أهلا أحمد وطيب الله أوقاتكم مشاهدي الكرام. إلى أبرز العناوين. بوتين يجتمع مع الأجهزة الأمنية الروسية ويؤكد أن تمرد فاغنر كان سيفشل في كل الأحوال. واشنطن تنفي تورطها في تمرد فاغنر وبايدن يتابع عن كثب الأوضاع في روسيا. اليوم ضيوف الرحمن على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. بدايتنا بتطورات الأزمة الأوكرانية. اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع سيرجي شايغو ورئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. ذكرت وسائل إعلام روسية إذن أن الاجتماع ضم أيضا المدعي العام الروسي ورئيس الحرس الوطني ورئيس لجنة التحقيقات الاتحادية. وأشاد الرئيس الروسي بكبار المسؤولين الأمنيين على جهودهم خلال تمرد فاغنر، وأعرب بوتين عن تقديره للعمل المنجز خلال الأيام الماضية. وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما وصفهم أو من وصفهم بأعداء روسيا أرادوا سقوط العسكريين والمدنيين في البلاد وكانوا يرغبون في نشوب حرب أهلية. وشدد بوتين على أنه سعى إلى تفادي نزيف الدماء خلال التمرد المسلح، مؤكدا أن منظمي التمرد في روسيا خانوا وطنهم. ما كان يرغبه أعداء روسيا والقوميون المتطرفون في كييف، لقد أرادوا أن يبنى الجنود في روسيا بقتل بعضهم البعض ولكي يسقط العسكريين والمدنيين في روسيا، وفي النتيجة تخسر روسيا وكي ينقسم مجتمعنا وتبدأ الحرب الأهلية. ولقد كانوا يحاولون أو ينظرون بأن ينجحوا عملياتهم ما يسمى العملية المضادة، وإن أجهزة حفظ النظام والأجهزة الخاصة كانوا قد حافظوا على قسمهم وواجبهم تجاه شعبهم.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من موسكو السيد ديمتري بريغا الكاتب والباحث السياسي. سيد ديمتري، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما يؤكد بعد هذا الاجتماع مع بوتين أن هناك تغييرا في هيكل شركة فاغنر وفي تبعياتها، هل هذه نهاية لفاغنر إذن؟ تحياتي لكم للسادة المشاهدين. أعتقد هي ليست نهاية لشركة فاغنر. شركة فاغنر هي ليست موجودة فقط ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بل أيضا في دول عدة. فيبدو بأن بكل تأكيد ما بعد ما حدث هناك الآن إعادة بناء وإعادة هيكلية شركة فاغنر إلى الشيء مختلف تماما عن ما كانت عليه في السابق. ولكن لا ننسى بأن لشركة فاغنر ليس هناك يفغيني بريغوجين فقط، هناك ديمتري أوتكين مؤسس شركة فاغنر أو أحد مؤسسي شركة فاغنر، وسمي شركة فاغنر بلقبه فاغنر، وهو كان في الحرب الشيشانية الأولى والثانية، وكان في أجهزة المخابرات الروسية، عمل في أجهزة المخابرات الروسية. فبكل تأكيد هذه التحولات في بعض تمرد شركة فاغنر وبعض ما حدث بكل تأكيد على القيادة العسكرية الروسية حسم ملف شركة فاغنر، وأن لا يحدث ما حدث في السابق، لأن وجود شركة فاغنر وحتى يعني أن بعض أعضاء مجلس الدوما الروسي يرون في شركة فاغنر تهديدا، وبعض السياسيين الروس ضمن المنظومة السياسية الروسية يرون بأن شركة فاغنر قد تسبب مشاكل للمنظومة السياسية إذا ما لم تكون ضمن القيادة العسكرية الروسية والقوات المسلحة الروسية. وهذا هو سؤال سيد ديمتري، يعني إذا لم تستجب فاغنر لإعادة الهيكلة التي تطالب بها لجنة الدفاع في مجلس الدوما، إذا لم ينخرط أعضاؤها في الجيش الروسي، إذا فضلوا البقاء في بيلاروسيا، من سيصدر لهم الأوامر؟ لمن ستتبع فاغنر في تلقي الأوامر؟ أولا يجب أن نفهم بأن يفغيني بريغوجين هو فقط وجه شركة فاغنر، ولكن هناك شخصيات أخرى، هناك قادة لمجموعات معينة في شركة فاغنر لم يتم نشر معلومات عنه ولم يتحدث للإعلام. هناك ديمتري أوتكين والذي ليس معروف عنه كثير من الأشياء. فيبدو بأن بكل تأكيد حتى لو تغيرت الأمور في شركة فاغنر، فمن الصعب الآن أن يتم ضم شركة فاغنر في خارج الأراضي الروسية للقوات المسلحة الروسية. أعتقد بأن في نهاية الأمر شركة فاغنر خارج الأراضي الروسية تبقى كشركة أمنية في تأمين حقول النفط، مناجم الذهب، وأمور اقتصادية وتجارية أخرى. فيما يخص العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أعتقد بأن سوف يتم محاولة لضم كل جنود قوات فاغنر إلى القوات المسلحة الروسية لكي تكون هناك يعني قائد واحد، أو هو وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو، والذي يجب أن يكون هو الأساس في القوات المسلحة الروسية وفي المعركة التي تخوضها القوات الروسية ضد أوكرانيا. سيد ديمتري، بوتين أشار في كلمته لقادة التمرد الذين وعد بمحاكمتهم، هل يقصد أسماء أخرى غير بريغوجين والذي هو كان المتصدر للحدث الذي شهدناه في الساعات الماضية قبل يوم من الآن؟ وكيف سيحاكم بريغوجين وهو الذي حصل على عفو من كل التهم أو إسقاط لكل التهم وبناء عليه انتهى هذا التمرد؟ يعني بكل تأكيد هناك بعض نوع من الانتقادات، لأن أجهزة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقول بأن التهم لم تتم إسقاطها، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول بأن تم إسقاطها. يعني هناك بعض الأشياء التي حتى الآن ليست واضحة بما يخص يفغيني بريغوجين، لأن يفغيني بريغوجين تمرد ضد القانون، تمرد ضد يعني القيادة العسكرية الروسية. لم يحدث هناك أي استدام مباشر الرئيس الروسي، لكن رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو قال هذا صراحة، هناك إسقاط للتهم التي وجهت إلى بريغوجين. نعم هناك إسقاط للتهم، ولكن كما قلت الجهاز الأمن الفيدرالي ووفق ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الروسية فإنه لم يسقط التهم، هناك حتى الآن تحقيق. يبدو بأن هناك نوع من يعني عدم وضوح حتى الآن. أعتقد بأن بعد أيام سوف يتضح أين يفغيني بريغوجين الآن، لأن حتى الآن حتى برسالته الصوتية الأخيرة لم يتحدث أين هو موجود الآن، هل هو ضمن الأراضي الروسية أم الآن هو في بيلاروسيا. أعتقد بأن بكل تأكيد ألكسندر لوكاشينكو سوف يأخذ يفغيني بريغوجين لدواعي خاصة، لدواعي معينة أمنية في بيلاروسيا، لأن بيلاروسيا أيضا تعاني من أزمة. لا ننسى بأن كانت أزمة احتجاجات في السابق،
كانت ايضا هناك محاولات للضغط على الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو من قبل الدول الغربيه. نعم. هناك المعارضه الخارجيه الممثله بتيخانوفسكا والتي ايضا تحاول ان تعمل تمرد وانتفاضه في الداخل البيلاروسي. فالكسندر لوكاشينكو يفهم جيدا بان حدوث اي ازمه او ان تكون هناك حرب اهليه في روسيا هو ايضا مرتبط ببيلاروسيا، لان مشاكل داخليه في روسيا قد تسبب مشاكل داخليه في بيلاروسيا. سيد ديمتري، لماذا لم نرى تغييرا في القيادات الأمنية الروسية؟ بدلا من ذلك رأينا ربما مدحا من بوتين لهذه القيادات الأمنية، رغم أن الكل يتحدث عن قصور أمني أو قصور مخابراتي أدى لما حدث في الساعات الماضية. أعتقد بأن ليس الوقت المناسب لكي يكون هناك أي تغييرات في القيادة العسكرية الروسية. الوقت ليس الآن المناسب. أعتقد نحن لا ننسى نحن على أبواب الانتخابات الرئاسية في روسيا بعد سنة، ما يقارب سنة. هذه الانتخابات سوف تقرر مصير روسيا، من جهة أن على بوتين أن يبني طاقم عمل جديد، أن يبني برنامج جديد لروسيا جديدة مختلفة تماما بعد 24 من فبراير. عليه إصلاح المشاكل التي حدثت في الداخل الروسي والعمل على بناء الثقة بين القيادة العسكرية الروسية أو القوات المسلحة الروسية والمجتمع الروسي. عليه أن يعمل على إصلاح المنظومة السياسية في روسيا والمشاكل التي حدثت فيها بما يخص أيضا يفغيني بريغوجين وشركة فاغنر. فأعتقد بأن بكل تأكيد الآن بوتين لن يغير القادة، ولكن أعتقد بأن في المستقبل القريب قد نرى تغييرات معينة في المنظومة السياسية الروسية وأيضا تغييرات في التعامل مع الأزمات لدى القيادة الروسية. نعم. من موسكو الأستاذ ديمتري بريجا الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. نبقى في سياق هذا الموضوع، وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القاهرة دكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبيرة في الشؤون الروسية. أهلا بك دكتورة بداية، ثم بالعودة إلى كلمة الرئيس بوتين. البعض يرى نوعا ما من الضبابية في هذه الكلمة، بمعنى أنه حين يتحدث الرئيس الروسي ويقول أن منظمي هذا التمرد لابد أن يخضعوا للعدالة والمحاكمة، لكنه يستطرد في نفس الوقت ويتحدث عن دور فاغنر المهم وهذا الولاء للدولة وإنقاذ روسيا في أوكرانيا. هل تعتقدين فعلا أن شيئا من الضبابية في رؤية القيادة الروسية لمستقبل فاغنر موجود في سياق هذا الحديث لرئيس بوتين؟ لا لا، يعني مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الواقع هو الرئيس بوتين رسالته كانت يعني للداخل الروسي وللخارج وايضا يعني المنخرطين في العملية العسكرية بشكل عام، وطبعا بما فيهم مقاتلي فاغنر. وبالتالي من هنا كان في رسائل متعددة مختلفة باختلاف يعني المستهدف من الرسالة. مش كل قوات فاغنر كانت مشاركة بشكل أو بآخر في هذا التمرد، في جزء لم يشارك، في جزء استجاب لدعوة وزارة الدفاع والقيادات العسكرية بالنأي بالنفس عن هذا التمرد. وبالتالي ليست كل مجموعة فاغنر على يعني بشكل واحد، وبالتالي هو كمان أيضا عدد الخيارات بالنسبة لهم، إما الانخراط مع وزارة الدفاع في تعاقد مباشر، أو العودة إلى بيوتهم، أو الخروج بره روسيا إلى بيلاروسيا. وبالتالي صحيح، لأن زي ما قلت لحضرتك مش كلهم نقدر نتعامل معهم بشكل، أو لا يجب التعامل معهم كوحدة واحدة باعتبار أن مواقفهم من التمرد اختلفت. طيب، هو دكتورة حضرتك فعلا أشرتي لما قاله الرئيس الروسي في أن هناك يعني خيارين أمام قوات فاغنر، إما الانضواء تحت وزارة الدفاع الروسية أو الذهاب إلى بيلاروسيا. وفق معطيات القوة على الأرض، أي سيناريو أقرب للتنفيذ برأيك؟ والحقيقة ده بيتوقف على زي ما قلت لحضرتك الموقف، موقف المنخرط في جماعة فاغنر من التمرد. ليس لديهم أي تهم أو لم ينخرطوا فيه، هيبقى عندهم فرصة كبيرة جدا، وطبعا من الروس هيكون عندهم فرصة كبيرة للتعاقد مع وزارة الدفاع إذا رغبوا، أو الاستمرار في ده، أو العودة إلى بيوتهم، وده ذكر الرئيس بوتين، وإلى عائلاتهم وأسرهم.
أما من انخرطوا في بشكل أو بآخر في هذا التمرد فيكون أمامهم إما الرحيل إلى بيلاروسيا أو الرحيل إلى دولهم، لأن في مجموعة كبيرة طبعا من الأجانب ضمن قوات فاغنر. والحقيقة كمان العامل الثاني هو ما هو الشكل المستقبلي لمجموعة فاغنر. يعني في توافق على أنه مهمة فاغنر في روسيا انتهت، وروسيا هنا بنعني روسيا وأيضا الأراضي التي ضمت حديثا إلى روسيا من الدنباس وغيره. لكن مهام فاغنر عادة دكتورة تكون خارج الأراضي الروسية، وبالتالي يعني كيف سيكون مستقبل يعني هذه الـ يعني الجماعة، وضعا في الاعتبار أنه الهدف الاستراتيجي للقيادة الروسية أن تكون كل هذه القوى تحت إمرة الدفاع الروسية؟ هو الحقيقة العمل خارج روسيا مختلف، لأن العمل خارج روسيا بيكون بتعاقد مباشر ما بين الدولة المعنية وشركة فاغنر، ولا يجب أن يكون، على العكس من العمل داخل روسيا، لا يجب أن يكون هناك صلة مباشرة بين مجموعة فاغنر وبين وزارة الدفاع، لأنه حتى لا يكون هناك أي مسؤولية على رسمية على روسيا وعلى وزارة الدفاع فيما تقوم به فاغنر من عمليات أيا كانت في الدولة الأخرى. وده الحقيقة كان الهدف الأساسي من فاغنر، أنها تتدخل بمهام محددة في دول محددة، وتع يعني لا تريد أن يعني روسيا أن تتدخل فيها رسميا بقوات رسمية نظامية. والحقيقة أثبتت نجاح في سوريا، في أوكرانيا، في أفريقيا الوسطى، في مالي، في غيرها من الدول أثبتت الحقيقة نجاح. وأعتقد أن هذا هو الهدف من فاغنر الأولي والذي يجب أن تعود إليه، يعني تدخلها في المنطقة الخاصة بالدنباس وغيره كان لأهداف محددة انتهت هي بالفعل، انتهت عملياتها في مايو الماضي، منتصف مايو الماضي، وسلمت مواقعها سواء لكتيبة أحمد الفيشانية أو للقوات النظامية، وبالتالي يعني مهمتها انتهت ويجب أن تعود بقى لما خلقت له فاغنر من مهام خارج روسيا. وأعتقد أن كتير جدا من المقاتلين وبالذات المقاتلين الأجانب الراغبين هيتم ترحيلهم إلى مناطق أخرى متدخلة فيها فاغنر. أما الروس فلهم طبعا الخيار اللي هم غير منخرطوش في هذا التمرد، هيكون طبعا الخيارات أوسع بالنسبة. شكرا جزيلا دكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبيرة في الشؤون الروسية. نبقى في ذات السياق إذن. فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن محاولة التمرد الفاشلة التي قامت بها فاغنر لن تؤثر على علاقة روسيا بأصدقائها. وقال لافروف إن الاستخبارات الروسية تحقق في ضلوع الغرب في محاولة التمرد. لقد أجريت العديد من الاتصالات مع حلفائنا الذين أظهروا تضامنا كبيرا مع روسيا وأعربوا عن ثقتهم بقدرتنا على حماية بلدنا. دعوني أخبركم أن الاستخبارات الروسية تحقق حاليا في احتمالية ضلوع استخبارات الغرب في محاولة تمرد فاغنر. أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد بعثت السفيرة الأمريكية بإشارات إلى ممثلي روسيا بأن واشنطن لا علاقة لها بما فعلته مجموعة فاغنر.
قال قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين إن قوته توقفت عن التحركات لمنع إراقة دماء الجنود الروس. أشار بريغوجين في تسجيل صوتي عقب التمرد المسلح لمجموعته في روسيا إلى أنه كان هناك قرار بحل المجموعة في الأول من يوليو، مضيفا أن عناصر مجموعته لم يقبل منها أحد توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية. من جانبه قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشستين إن بلاده واجهت تحديا لاستقرارها عقب تمرد مجموعة فاغنر الخاصة. وأكد ميشستين ضرورة أن تظل جميع القوى موحدة خلف الرئيس فلاديمير بوتين لضمان استقرار البلاد. روسيا переживает важный период своей истории. تمر روسيا بفترة مهمة في تاريخها، وكما أشار الرئيس بوتين فإن آلة المعلومات العسكرية والاقتصادية والغربية بأكملها موجهة ضدنا. الشيء الرئيسي في هذا الموقف هو ضمان سيادة واستقلال وسلامة بلادنا. نحن بحاجة إلى العمل معا كفريق واحد والالتفاف حول الرئيس. نحتاج إلى اتخاذ قرارات موحدة محسوبة لتحقيق الأهداف التي وضعها الرئيس بشكل فعال. وقد تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مركز القيادة الأمامي للقوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا. وظهر شويغو وهو يتابع من مروحية عسكرية مواقع للقوات الروسية، ثم استمع وزير الدفاع الروسي إلى تقرير ميداني حول سير المعارك والمناطق التي تتقدم فيها القوات الروسية داخل أوكرانيا. ويعد هذا أول ظهور إعلامي لشايغو منذ تمرد مجموعة فاغنر والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس المجموعة له. بعد شكوك بشأن مستقبله دفعت حتى البعض إلى التكهن بإعفائه من منصبه، ظهر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وهو يتفقد قوات بلاده المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا في أول ظهور علني للرجل منذ تمرد مجموعة فاغنر العسكرية. شويغو الذي كان في مرمى اتهامات قائد فاغنر يفغيني بريغوجين شدد خلال زيارته الميدانية لقيادة القوات الروسية على الفاعلية الكبيرة لرصد وتدمير أسلحة وجنود العدو على حد تعبيره. وبينما لم يظهر شويغو خلال أزمة التمرد الأخيرة، مما أثار تساؤلات كثيرة حول وزير الدفاع الذي لا يعد فقط حليفا سياسيا للرئيس فلاديمير بوتين بل كذلك أحد أصدقائه القلائل داخل النخبة الروسية. بدا شويغو خلال اللقطات التي بثتها وزارة الدفاع مصغيا بهدوء إلى تقرير عرضه قائد التجمع العسكري بمنطقة العمليات الغربية، ويطلع على خرائط تشير على ما يبدو إلى آخر تطورات العمليات العسكرية في أوكرانيا ووضع القوات على الخطوط الأمامية. ويتعرض شويغو لضغط هائل خلال الفترة الماضية، ليس فقط بسبب انتقادات بريغوجين اللاذعة لوزير الدفاع ورئيس الأركان الجنرال فاليري غراسيموف، لكن أيضا بسبب بطء العملية العسكرية وفشل القوات الروسية في إحراز التقدم. انتقادات غير مسبوقة تعرض لها سيرجي شويغو الذي توارى عن الأنظار طيلة 24 ساعة مدة أزمة تمرد فاغنر العلنية، التي وإن انتهت باتفاق مع الكريملين توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، فإنها بحسب مراقبين تركت الرجل الذي يتولى منصبه منذ أكثر من عقد في وضع هش وجعلت مستقبله ربما على المحك. نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن تورط الولايات المتحدة في التمرد المسلح الذي قامت به مجموعة فاغنر ضد روسيا. أضاف بايدن أن فريقه للأمن القومي يتابع تطورات ما يحدث في روسيا عن كثب، مشيرا إلى أنه من المبكر معرفة إلى أين تتجه الأمور بشأن الأحداث الأخيرة. كما جدد بايدن دعم بلاده المتواصل لأوكرانيا بغض النظر عما يحدث في روسيا.
وقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر أن واشنطن ليس لديها معلومات بشأن مكان قائد فاغنر حاليا. وأضاف المتحدث أن سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواجه تحديا مباشرا. وفي إفادة صحفية أكد ميلر أن الأحداث في روسيا لا تزال قابلة للتطور، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها توقعات محددة بشأن مصير مجموعة فاغنر العسكرية في أوكرانيا. اعتبر الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ الأحداث التي شهدتها روسيا دليلا آخر على فداحة الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي إن إعلان روسيا بشكل متكرر نشر سلاح نووي هو أمر غير مسؤول وفوضوي حسب تعبيره. The events over the weekend are an internal Russian matter. ندين إعلان روسيا عن نشر أسلحة نووية، هذا أمر غير مسؤول، غير أننا لا نرى أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية، وسنظل هنا في حلف الناتو في حالة يقظة. إذا اعتقدت روسيا أنها يمكن أن توقفنا عن دعم أوكرانيا، فسوف تفشل. سنتخذ المزيد من الخطوات ونضع خططا متعددة. أما رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فقال إنه من السابق لأوانه الجزم بما قد تسفر عنه الأحداث التي شهدتها روسيا مطلع الأسبوع الحالي. وأضاف سوناك خلال زيارة أجراها إلى مدينة نوتنغهام أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة في روسيا، مؤكدا أنه يدرك التأثير المحتمل على استقرار روسيا نتيجة للتوترات بين مجموعة فاغنر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويسكي إن حلف الناتو سيستمر في تعزيز أركانه ومناقشة جميع القضايا الدفاعية في المنطقة. وأوضح موراويسكي في تصريح له على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا أن ما شهدته روسيا يصعب معه التنبؤ بما سيحدث في الفترة المقبلة. تؤكد الأحداث في روسيا خلال اليومين الماضيين أنه لا يمكن التنبؤ بكل شيء في العالم، ولا يمكننا أيضا معرفة ماذا ستفعل مجموعة فاغنر خلال الأيام المقبلة. وأمام ذلك سنواصل تعزيز قوتنا داخل حلف الناتو، وبصفة بولندا جزء من أقوى تحالف عسكري، أؤكد أننا أصبحنا أكثر أمنا من أي مرحلة مضت. من جانبها أكدت الصين دعمها لروسيا من أجل حماية استقرارها الوطني. وقد اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماونينغ أن حادث مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة شأن داخلي روسي. حادث مجموعة فاغنر يعد شأنا داخليا لروسيا كجارة صديقة وشريك استراتيجي شامل للتنسيق في العصر الجديد. تدعم الصين وتعتقد أن بإمكان روسيا حماية استقرارها الوطني. لقد حافظت الصين وروسيا على أن يكون هناك اتصال وثيق على جميع المستويات. قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بجولة ميدانية في الخطوط الأمامية في إقليم دونيتسك. والتقى زيلينسكي خلال الجولة عناصر من القوات الأوكرانية التي تقاتل في هذه الجبهة، وأشاد بجهود قواته في الجبهة الشرقية التي تشهد أعنف المواجهات مع القوات الروسية، مؤكدا أن تلك الجبهة ستكون مفتاح الانتصار. وخلال هذه الجولة كرم الرئيس الأوكراني عددا من الجنود المشاركين في العمليات العسكرية في المنطقة. وقد كشف رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تقدر بقيمة 110 ملايين دولار استرالي. وأوضح أن المساعدات الجديدة تشمل 70 مركبة عسكرية لتمكين كييف من التصدي للقوات الروسية.
قال منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه تم الموافقة على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ب3.5 مليار يورو. وأوضح بوريل قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد أن ما حدث في روسيا يؤكد على ضرورة زيادة الدعم لأوكرانيا أكثر من أي وقت مضى. إلى شأن آخر، فقد أعربت الخارجية الأمريكية عن انزعاجها للغاية بشأن قرار إسرائيل المضي قدما في خطط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن المستوطنات تمثل عائقا أمام حل الدولتين. نشرتنا مستمرة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. الحكومة اليونانية الجديدة تؤدي اليوم اليمين الدستورية. وقفتنا الآن مع ملف موسم الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يؤدي ضيوف الرحمن اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات. وقد استكملت في مشعر عرفات كافة الاستعدادات لاستقبال توافد الحجاج الذين يؤدون صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ليقوموا بعد ذلك بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها قبل الانتقال إلى منى لاستكمال مناسك الحج. كان حجاج بيت الله الحرام قد قضوا أمس يوم التروية في مشعر منى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. مشهد إيماني مهيب ورحلة روحية يتنافس فيها ضيوف الرحمن، سباق مشروع إلى غفران من الله في موقف الرضا والمنح الإلهية ونيل الرحمات والعطايا من رب الأرض والسماوات. صعيد عرفات اكتسى باللون الأبيض، مئات الألوف على جنباته تلهج ألسنتهم بذكر الله وتفيض أعينهم بالدمع ندماً على ذنب يرجون مغفرته، وفرحاً بأن من الله عليهم بالوقوف على هذا الصعيد الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم ليكتمل دينهم ويتم عليهم نعمته. وإذا كان الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، فإن يوم عرفة هو أفضل أيام الله وخير يوم طلعت عليه الشمس، فيه مغفرة للذنوب وعتق من النار، يباهي خالق الكون ملائكته بضيوفه الذين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمته ويلتمسون مغفرته ويخشون عذابه. ألسن تردد نداء واحدا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أجساد ترتدي لباسا واحدا في تواضع وتجرد، لا يعرف حينئذ غني من فقير، ولا ملك من مملوك، ولا حاكم من محكوم،
الكل أمام الله سواء، وأنعم بها من مساواة، وأكرم به من مشهد يتنافس فيه المتنافسون، مشهد يخلب الألباب، دموع تبلل الوجنات، تضرعات وابتهالات تزيد جمال وجلال الموقف الذي يحتاج المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى تدبر هذا المشهد، من تعاون على البر والتقوى ونبذ للخلافات وإعلاء لقيم البذل والعطاء والتضحية في سبيل إعلاء القيم الإنسانية، وهي الغاية الرئيسة من الإسلام ومن الرسالات السماوية جميعها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كتبها الله لنا جميعا، ففي مشهد تقشعر له الأبدان يأتي ركن الحج الأعظم ليبعث في قلوب الحجاج نفحات عطرة وآمالا في الرحمة. ويقف ضيوف الرحمن على جبل عرفات وقد توحدت الحناجر بالدعاء والتكبير والحمد. والنعمة
إذن مشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم هذه الصور الحية المباشرة التي تأتينا الآن، ونشاهد فيها حجاج بيت الله الحرام يتوجهون من مشعر منى في هذا الفجر إلى عرفات الله للوقوف طوال هذا اليوم على جبل عرفات حيث ركن الحج الأعظم. كما نتابع مع حضراتكم هؤلاء الحجاج يسيرون الآن في جماعات من منى إلى جبل عرفات حتى مغرب هذا اليوم، ومن ثم النفر إلى مزدلفة. طوال هذا اليوم تتجمع هذه الأعداد من حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، كما نشاهد الآن مع حضراتكم في هذه الصور المباشرة التي تأتينا من جبل عرفات. إذن مشاهدينا، هذه المشاهد التي تأتينا مباشرة من مكة المكرمة لانتقال الحجاج إلى جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. موسم الحج هذا العام يضم حوالي 3.5 مليون حاج في عودة طبيعية لموسم الحج بعد أزمة كورونا، والتي أدت إلى تناقص أعداد الحجاج في تلك الأزمة حتى عادت تدريجيا الآن. المملكة السعودية في حج هذا العام أدخلت خدمات جديدة كالسيارات الكهربائية المترددة بين الأماكن، القطار السريع، نشرت عددا كبيرا من الوحدات الصحية التي تابعت الحالة الصحية للحجاج، وأجرت عددا كبيرا من العمليات الجراحية لمن يحتاجها في موسم حج نرجو أن يكون هادئا وسعيدا بحج مبرور وطواف مقبول إن شاء الله. في سياق نشرتنا، كشف الجيش السوداني أن الميليشيا المتمردة استولت على أحد مقار الشرطة بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة. أضاف الجيش السوداني أن ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارا عسكريا للميليشيا بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعد سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، مما يستوجب الإدانة والاستهجان. وإلى مقديشو، ففي الصومال تستمر الأزمة الإنسانية على الرغم من الجهود الدولية المبذولة بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية الصعبة. هذا وتتصاعد النداءات الدولية التي تحذر من عودة شبح المجاعة إلى الصومال، حيث يكافح أكثر من 40,000 صومالي من أجل البقاء على قيد الحياة. يواجه 6 ملايين صومالي أزمة حادة في الحصول على المستلزمات الغذائية الضرورية، تحذير جديد أطلقه برنامج الأغذية العالمي، ويكشف أن 40,000 شخص يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة بالرغم من تفادي حدوث مجاعة العام الماضي. فشل عدة مواسم مطرية في الصومال، مع هذا طبعا هنالك أزمة، يعني اضطر أنه الصوماليين فقدوا معظم الثروة الحيوانية، خاصة في المناطق الريفية فقدوا معظم الثروة الحيوانية، واضطروا بعضهم للنزوح. هنا في مخيمات النزوح بضواحي مقديشو يتفاقم الوضع الإنساني، فهنا الأطفال يواجهون أزمة جديدة بعد تقليص أعداد المستفيدين من الإعانات الدولية من 4 ملايين شخص إلى 1 مليون نازح، وتترقب هذه النازحة مع أطفالها معونات إنسانية قد لا تأتي قريبا. وصلت إلى هذا المخيم قبل أسبوع، نزحت من الأرياف البعيدة، لم نحصل على مساعدات إنسانية منذ مجيئي إلى هنا. بعض أولادي مرضى بسبب سوء التغذية، نحتاج إلى المياه والطعام.
1,800,000 طفل صومالي يعانون سوء التغذية الحاد العام الجاري وفق المنظمات الأممية نتيجة تراجع مستوى الدعم دوليا وإقليميا فضلا عن غياب جهود محلية لدرء مخاطر تفاقم الأوضاع المعيشية في هذه المخيمات قبل فوات الأوان. وفق الأمم المتحدة فإن تفادي حدوث المجاعة في الصومال العام الماضي جاء نتيجة تكاثف الجهود المحلية والدولية لمقاومة تداعيات الجفاف، إلا أن الأزمة الإنسانية تظل باقية بسبب استمرار تأثيرات التغيرات المناخية وغياب استجابة دولية فاعلة، إلى جانب عدم قدرة السلطات المحلية على إعادة تأهيل النازحين. من مقدشو عدنان عبد علي، هنا القاهرة عاصمة الخبر. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بانتشال جثة من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار وإنقاذ 4 أشخاص، وأشار إلى أن الجهود لا زالت مستمرة للبحث عن أي من السكان تحت الأنقاض. هذا أمرت النيابة العامة المصرية بالتحقيق في انهيار عقار في منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة. يؤدي اليوم أعضاء الحكومة الجديدة في اليونان اليمين الدستورية أمام رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكس ورئيسة اليونان. كان زعيم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكس قد أدى اليمين الدستورية أمس ليبدأ ولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء تستمر 4 سنوات بعد فوز حزبه بالانتخابات وحصوله على أكثر من 40% من الأصوات. في أخبارنا الاقتصادية، توقع استطلاع لرويترز أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا إلى مستوى 4.84% في يونيو الحالي. وأرجع الاستطلاع ارتفاع التضخم إلى عدة أسباب، منها الانخفاض الحاد في قيمة الليرة بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة لارتفاع أسعار البنزين، بينما رجح الاستطلاع انخفاض التضخم السنوي بشكل طفيف إلى مستوى 39.47%. تجاوزت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال تلك القادمة إلى القارة عبر خطوط الأنابيب العام الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، حيث أدت تداعيات العملية الروسية الأوكرانية إلى انخفاض حاد في إمدادات الغاز الطبيعي من موسكو. وبلغت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية 170 مليار متر مكعب العام الماضي مقابل 150 مليار متر مكعب عبر خطوط الأنابيب. قررت كوريا الجنوبية إنشاء صندوق برأس مال يبلغ 229.25 مليون دولار لضمان سلسلة القيمة المستقرة لصناعة الرقائق الإلكترونية. من المتوقع إطلاق الصندوق خلال العام الحالي. وقد تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بدعم صناعة أشباه الموصلات من خلال تخفيف اللوائح وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين. في الرياضة، أنهى نادي النصر السعودي إجراءات تعاقده مع المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي الإنجليزي وفق تقارير صحفية. ويمتد تعاقد زياش مع النصر حتى يونيو من العام 2026، ويتبقى فقط الفحص الطبي قبل الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة. ويمتد عقد زياش مع تشيلسي حتى يونيو 2025، لكن اللاعب يتطلع للرحيل عن النادي اللندني بسبب ابتعاده عن المشاركة بصفة مستمرة مع البلوز.
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع الألماني الكاي جوندوغان في صفقة انتقال حر، وقد تعاقد بطل الدوري الإسباني مع جوندوغان حتى عام 2025 بشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو. ورحل جوندوغان البالغ من العمر 32 عاما عن مانشستر سيتي بعد 7 سنوات قضاها في ملعب الاتحاد. كان اللاعب الألماني انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2016 قادما من بروسيا دورتموند مقابل 27 مليون يورو، وشارك في 304 مباريات وسجل خلالها 60 هدفا، وأحرز مع السيتي 14 لقبا. أعلن ريال مدريد الإسباني تمديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش موسما إضافيا. وقال ريال مدريد إنه توصل إلى اتفاق مع مودريتش البالغ عمره 37 عاما للتمديد التعاقد بينهما حتى 30 من يونيو عام 2024. ويلعب مودريتش في النادي الملكي منذ عام 2012 قادما من توتنهام، وخاض 488 مباراة مع ريال وأحرز 23 لقبا منها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا. ختام هذه النشرة، نذكركم الآن بالعناوين. بوتين يجتمع مع الأجهزة الأمنية الروسية ويؤكد أن تمرد فاغنر كان سيفشل في كل الأحوال. واشنطن تنفي تورطها في تمرد فاغنر، وبايدن يتابع عن كثب الأوضاع في روسيا. اليوم ضيوف الرحمن على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net. أيضا يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم مشاهدينا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. دوما نشكر لحضراتكم حسن المتابعة، ابقوا دوما في أمان الله. هذه تحيات أحمد بشتو وتحياتي ياسر رشدي، هنا القاهرة عاصمة الخبر. كل عام أنتم بخير.